ربما مع وجود باراك أوباما مع بعد مجيئه إلى القاهرة فتح علاقة جديدة مع العالم العربي مع العالم الإسلامي. ربما هناك أفق ممتاز وهناك قابلية لوجود اتفاقية سلام بيننا وبين الإسلام أن نعيش كلنا بسلام في هذه الأرض. هذا كل ما يبحث عنه كل سواء كان إسرائيل أو الفلسطيني. Soyons les Palestiniens comme les Israéliens.